صباح الفل على عيونك. ايه النوم ده كله؟ في حد ينام كل ده؟ بيني وبينك يا حبيبتي، ما اصلا ما خدتش اجازه من زمان قوي، ما صدقت. والنبي ايه؟ طب ده انا عامله لك غدا، انما ايه؟ فله. ايه ده بجد؟ امال ايه؟ يلا قوم، انت هتفضل نايم طول اليوم، قوم يلا. بيني وبينك عايز افضل نايم. قوم يلا. يلا يا بيبي، على مهلك وانت نازل واحده واحده. والله بقى شويه اكل ما تقوليش. ايه رايك بقى؟ بص، ايه رايك في السفره دي؟ ايه ده بقى؟ هاكل فراخ على الصبح؟ وما تاكلش فراخ ليه؟ امال مين اللي ياكل ده؟ انت حتى عريس. ايوه عريس، بس مش مفجوع. مفجوع؟ ما تقولش على نفسك كده، انت صحتك مش عجباني. ايه؟ لا والله العظيم، والله العظيم ما اقصد، انا قصدي يعني ان انت بتهلك نفسك في الشغل، فمحتاج كده حاجه تقوي صحتك شويه. انا كان في حاجه كده عايزه اقولها لك، بس والنبي ما تزعل مني. مش هزعل مني، قولي. ايه؟ انت عارف يعني ان انا ابويا ما عرفش ان انا اتجوزت وكده، فمش عارفه اقول له ازاي. انا هقول له. لا ما ينفعش انت تقول له، لازم انا اللي اقول له. سيبني كده بس اوضب اموري كده واظبطها، وبعدين نشوف هنعمل ايه. كان في حاجه تانية. قولي. بصراحة أنا مش عارفة يعني أبات هنا، يعني ينفع أروح بالليل وأرجع الصبح؟ حلو. لا حلو. تعرفي الدنيا دي غريبة قوي قوي. زمان كان لما واحد يتجوز واحدة في السر زي حالاتنا كده كان ممكن يطلقها عشان الناس ما تعرفش، هي بقى تاكل دماغه وتزن تزن تزن عشان عايز الناس تعرف. دلوقتي الدنيا انقلب حالها، بس تعرفي انا موافق، ممكن تعملي كده بجد؟ يعني والنبي ما انت زعلان؟ لا طبعا مش زعلان خالص، على الاقل زي الناس ما بتقول عشان نوحش بعض يا حبيبتي. ايوه صح يا حبيبي. يلا. ايه؟ يلا. طب ناكل. يلا. الاكل هيبرد. هناكل. طب هتيجي نسخنه تاني؟ ماشي ماشي. انا صاحي بقى نايم. طيب ماشي. انا مش نايم. وصاحي. ومستني الهانم. كنت فين يا بنت خليل؟ ما انا هقول لك. اصل عبد العزيز بيقول لي انا شغاله عنده، قال لي ان انا اقعد علشان يعني قال لي ان احنا نقعد كلنا يعني في البيت عشان عنده حفله مهمه جدا ولازم نفضل قاعدين لحد ما تخلص. وخايفه من صحاني ليه يا ام هاله؟ لا انا ولا خايفه ولا حاجه، انا بس مش عايزاها تقلقك. اه صحيح، وانت من امتى بتخافي على قلقي ولا يهمك راحتي؟ يوه خليكي شاهد عليه بقى، يعني ولا كده عاجب ولا كده عاجب. قولي اعمل ايه عشان يعجبك؟ اعمل ايه عشان ترتاح؟ اللي يريحني انت مش نازله الشغل ده تاني يا بنتي. لو المصحف ما لا بص انا عارفه بقى ان انا كلامي بيقف زي اللقمه الناشفه في الزور، بس انا لازم اتكلم بصراحه بقى. القرشين اللي بنت بتجيبهم بيمشوا البيت. تيجي تقف معايا في المحل، على الاقل ربنا رحمنا من لفة والدوران على كعوب رجلينا وبقينا اصحاب محل. تيجي تقف فيه على الاقل هي صاحبته الشغالة بتخدم عند الناس. لا ما انا ما قلتلكمش، اصل انا عبد العزيز بيزود ماهيتي، وانا بصراحه يابا مرتاحه هناك يعني. يا بت يا بت ربنا علانا، بعد ما كنا بنشيل على دماغنا ونلف في الشوارع لحد كوبري رجلنا ما بتتهري، بقينا اصحاب باب رزق، وبكره ممكن تجيب حد يشتغل عندك. وربنا بيحب صاحب الرزق يقف ويتابع وياخد باله من ماله عشان يبارك له فيه ويزيده. ايوه يابا، بس انا ما اقدرش. ما تقدريش ايه بس؟ مبسوطة يعني إنك بتخدمي عند الناس؟ أنا مش فاهم. يا بت يا بت، وأنا اللي كنت بقول هالة دي نفسها عالية وما تحبش حد يتحكم فيها ويؤمر ويني. لا يابا أنت فهمتني غلط، أنا أقصد يعني إن ما يصحش إن أنا أسيب راجل كده من باب للطاق، وبعدين الراجل كان كريم معايا. أيوة مش ده الأصول برضو؟ هتقول الأصول لأ؟ أنت تسكتي خالص، ما تفتحيش بقك. أنا هروح له وأقول له خلاص بنتنا ملهاش أكل عيش عندك، وإذا كان ليك قرش عنده مش عايزينه، الله الغني.
لا ما انا هقول لك، خليني انا اروح له وانا هتكلم معاه عشان اوضح له الموضوع يعني، واخليه يجيب واحده مكاني عشان عيب ما يصحش، وهو الراجل كريم وطيب، هو مش هيقول لي لا ان شاء الله يعني. ماشي يلا، تصبح على خير. انت من اهل الخير يابا. بص يا بت، ما عرفتش اصرفه. 70,000 جنيه هشيلهم ازاي؟ هعمل بيهم ايه؟ انا عايزه ادخل انام. انت تنامي وتستريحي على الاخر، وبكره الصبح ان شاء الله انزل انا وانت نصرف الحلو ده، وانت تروحي على جوزك. ما قلتليش عملتي ايه؟ اتبسط منك؟ انت غريبه قوي، انت حتى ما سالتنيش انا مبسوطه ولا لا. يا بنت هتتبسطي، هتتبسطي. حد يشوف العز والهنا وما يتبسطش؟ عز ايه؟ فين العز اللي بتتكلمي عليه؟ ما انا رجعت الحاره اهو، اخر الليل برجع لك الحاره زي كل يوم. يا بنت، يا بنت احنا بس حرست الدنيا، وبعد كده انت هتقعدي مربعه في الفيلا الكبيره دي كلها، تامري وتتشرطي. بس خلي بالك اوعي تنسي شهر واتنين وتكوني شايله منه. يا سلام يا سلام بقى لو ربنا كرمنا كده بتوأم ولدين.